هدية لبستنا فتاة سعودية تثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي لتعلمها وتعليمها العزف على البيانو وأيضا تدريبها للفتيات المهتمات بذلك، حيث لقيت معارضة شديدة في بداية إطلاقها دورات خاصة بها لتعليم عزف البيانو في السعودية. هدية رأت بأن أي شيء جديد على المجتمع لابد أن يتعرض لعقبات، وقالت أنها ترحب بالنقد، فالنقد البناء تستفيد منه وهو فرصة أيضا لتطوير الذات. للمزيد تنضم إلينا من جدة عازفة البيانو السعودية هدية لبساتنا. صباح الخير هدية. وزي ما ذكرتي يمكن كل شيء في بدايته يكون صعب ويتعرض للانتقادات، لكن نبدأ فيك أنت، كيف بدأتي ومن فين تعلمتي العزف على البيانو؟ أنا بعزف على البيانو من تقريبا أولى متوسط. أهلي جابوا لي أورج فبدأت رحلة التعلم في العزف على البيانو. الموضوع جدا صعب، ما تلاقي أحد هنا يديك دروس، كان النت أساسا لسه جديد ما تقدر تتعلمي عليه. طب مين علمك؟ أخذ الموضوع يعني تطور جدا بطيء. علمتني أمي الأساسيات، المدرج الموسيقي، العلامات الموسيقية، وتعزف بعض الأغاني. أنا اكتشفت أني أنا بعزف سماعي، يعني لو سمعت أغنية وأنا أحبها مثلا أقدر أعزفها على البيانو من غير النوتة، أذن موسيقية يعني من غير النوتة. طيب تعليم النوتة كان جدا هدية طويل. انا حبيت في تجربتك انه انت يعني انت امك كما ذكرتي يمكن ساعدتك وعلمتك، وانت حبيتي كمان تشاركي هذه الموهبة، وجدتي انه في فتيات في السعودية مهتمات اصلا بتعلم عزف البيانو. بس لما اعلنتي عن هذه الدورات اثرتي كثير جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، هجمتي بهذا الشكل. أولاً إيش كان سبب الهجوم وكيف ليش استمريتي رغم الهجوم؟ سبب الهجوم إنه موضوع جديد وغريب، ويعني أي مشروع جديد أو موضوع جديد أيضاً. أو فكرة شريعة طبعاً. لكن بشكل عام أي مشروع جديد أنت تبدي فيه تلاقي مين يعارضك وبرضه تلاقي مين يدعمك. إحنا لقينا انتقادات كبيرة لكن بعضها كان بناء، وكان كمان في يعني كثير من الداعمين بالمقابل لبعض الناقدين. من دعمك ومن انتقدك؟ نعم، من دعمك ومن انتقدك؟ الأهل، الأصدقاء، المسؤولين في جمعية الثقافة والفنون الله يجزاهم خير ما قصروا، الإعلام برضو كان دعم كبير. بعض الانتقادات كانت إيجابية برضو استفدنا منها والله يجزاهم خير، يعني اللي أعطونا هي طورتنا وإحنا يعني أخذناها وتقبلناها عشان إحنا نتطور. طيب هدية بالنسبة للدورات ليش استمريت بالموضوع؟ لأني عفوا كملي. استمريت بالموضوع لاني انا عانيت جدا حتى وصلت لهذه المرحله، وما ابغى انه البنات المهتمين بالموسيقى هنا زي ما انا كنت زمان يعانوا زي ما انا عانيت، فحبيت اوفر لهم جو مناسب يتعلموا بكل راحه وهدوء. طيب هدية حابه اسالك عن الدورات اللي بتقدميها، هل هي دورات معتمده؟ هل هي مفتوحه للعامه؟ كيف الطالبه تقدر او اللي حابه تتعلم الموسيقى والعزف على البيانو كيف تقدر تقدم؟ فين بالضبط؟ يعني احكي لنا تفاصيل اكثر، وكم عدد الطالبات؟ هل تجدي قبول؟ اي واحده حابه يعني تتعلم الموسيقى ممكن انها تقدم على الدورات في جمعية الثقافة والفنون. الدورات عامة للنساء بكل الأعمار، عملنا دورة للصغار ودورة خاصة للكبار. أي عمر مفتوح، الموهبة ما لها عمر محدد. ممكن يقدموا عبر موقع جمعية الثقافة والفنون أو على مواقع التواصل الاجتماعي. الإقبال كان جدا كبير على الدورة، أكبر مما إحنا توقعنا بصراحة. يعني إحنا حاطين مقاعد جدا محدودة للدورة علشان ما في حاليا غيري أنا مدربة، لكن بحمد الله بعد ما أعلننا عن هذه الدورة تواصلوا معنا موسيقيات سعوديات أخذين ماجستير في الموسيقى من لبنان ومصر، فكانت فرصة جميلة إحنا تعرفنا عليهم وهم تعرفوا علينا. بما أنه ذكرتي هذه النقطة، هل بتفكري أنت كمان تطلعي يمكن تاخذي ماجستير في هذا الشيء اللي أنت موهوبة فيه؟ هل بتفكري أنك مثلا تعزفي تعمل في حفلة مثلا، أو في يكون لك زي حفلات خارجية تعزفي فيها على البيانو، أم لا حابة بس تكملي كمدربة؟
بالطبع أنا هذا طموحي إن شاء الله، وقاعدة بشتغل عليه دحين بإذن الله، إنه هو أشارك في حفلات وإني أكمل برضو في أكمل في دراسة الموسيقى وأصير أشارك في حفلات وأطلع ألبوم لي إن شاء الله. وتمتهنيها فعليا، جميل. طيب هدية، ممكن تسمعينا حاجة مقطوعة من الأشياء اللي بتعزفيها؟ بالطبع. طيب تفضلي. جميل. هدية، سؤال جدا سريع، كيف أصبحت بشكل جدا سريع، كيف أصبحت أنت أشهر عازفة بيانو في السعودية، وليش اشترطت أنه زوج المستقبل يسمح لك تعزفي بشكل سريع؟ أنا ما أعتبر نفسي بصراحة أشهر عازفة بيانو في السعودية، أكيد في خبراء أكبر مني بكثير، لكن الفرصة اللي أتيحت لي يمكن ما كانت أتيحت لهم. صحيح. أني أنا أقدم دورة، أول دورة موسيقية للنساء في السعودية في جمعية الثقافة والفنون. أشكر جمعية الثقافة والفنون عشانها أتاحت لي الفرصة لتقديم هذه الدورة. وزوج المستقبل؟ ما اشترط على زوج المستقبل انه يكون خبير في الموسيقى، لكن يسمح، انه يكون على الاقل يسمح لك حتى لو ما كان خبير. شكرا جزيلا لك. هدية لبساتنا عازفة البيانو السعودية. العفو. شكرا هدية.